الحالة الازدواجية بتتعامل بيها دول الغرب فيما يتعلق بمفهوم الإرهاب وجرائم الكراهية، وده ظهر بشكل واضح خلال موقفهم بالتغاضي عن الجرائم الإرهابية والمتطرفة اللي بيقوم بيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. في المقابل بنشوف التركيز على جرائم أخرى بيتم إلصاقها باسم الإسلام. معانا على الهاتف الكاتب باسم أبو سمية المحلل السياسي، نتعرف منه على تفاصيل أكثر وازدواجية المعايير اللي بتتعامل بيها القوى الدولية مع قضية غزة والحرب على غزة. بنرحب بحضرتك أستاذ باسم، صباح الخير يا فندم. صباح الخير، تحياتي لك وللأستاذة منة. أهلا وسهلا أستاذ باسم. حرب غزة كاشفة لعجز المجتمع الدولي للتصدي لانتهاكات إسرائيل القانون الدولي والجرائم اللي بترتكبها، وكاشفة أيضا لحالة من حالات ازدواجية المعايير، التعامل بمعايير مختلفة مع قطاع غزة تحديدا دون مناطق أخرى أو حروب أخرى زي الحرب الأوكرانية مثلا. هذا صحيح تماما، هو هذا الذي شجع إسرائيل على أنها تمضي في تدمير قطاع غزة بشكل منهجي من حوالي 43 يوم دون أن تلتفت، لأنه لا أحد قد يسألها أو قد يطلب منها التوقف عن قتل المدنيين وقتل الأطفال. عمليا ازدواجية الغرب في التعامل مع مفهوم الإرهاب وجرائم الكراهية، هذه صنفت في الولايات المتحدة في الثمانينات، الإرهاب على أنه شكل من أشكال العنف السياسي غير الأخلاقي الذي يمارسه لا يمارسه سوى الآخرين، يعني التانيين ممكن الإسلام ممكن العرب ممكن شو، على أنه تهديد العالم الغربي الحضاري اللي فقط يرتكبوا اللي بيسموهم البرابرة والهمجيون. ما هذا شعور بالتفوق وشعور بعدم الثقة والكراهية والنفاق السياسي عند السياسيين وعند الإعلاميين، ويقابلوا ضعف الطرف الآخر اللي هو إحنا العرب والمسلمين الذين لا نجرؤ على أنه ندافع عن أنفسنا أو نقف في وجه هذه المساءلات. يعني عمليا كان في افتراض انه هاي النفس هذا الاعتقاد يعني اشتعلت شرارته بعد ال 11 من سبتمبر 2001 انه وصفوا المسلمين بالارهاب، ولكن كاد يبدو انه هذا كان منذ زمن بعيد، لانه كما تعلم انه المجتمع الامريكي يعني عمليا المنقسم على نفسه بسبب العنصريه وبسبب التطرف. ولكن الان دعني أقول إنه الجمهور الغربي وخاصة في الولايات المتحدة أو الرأي العام أصبح أكثر تفهما صحيح. وأقل تطرفا من 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 من, من الأنظمة على الأقل اللي تواصل الاحتفاظ بشعار الإسلاموفوبيا قيد التداول. لماذا؟ لأنه مصلحتها استمرار إشاعة الخوف لكي تواصل السيطرة على السلطة و احتفاظ بهياكل السلطة لمصلحة لنقول اليمين أو الشعبويين من جماعة ترامب وغيره، وكمان تيار المحافظين. هؤلاء يستخدمون شعار الإسلاموفوبيا لكي يسيطروا على مفاصل السلطة، وهذا ما هو الذي كانت إسرائيل والولايات المتحدة أول من بادر إلى تغذية هذا التيار في السنوات الماضية. ولذلك تمضي إسرائيل في قتل المدنيين دون أن تأخذ في الاعتبار أن هناك من يسألها، وحقيقي لن يكون هناك من يسألها طالما هي تحظى بدعم اليمين سواء الراديكاليين أو المتطرفين أو حتى العنصريين في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تمادي احنا شايفينه من المجتمع الدولي في تعزيز فكرة الازدواجية والتمادي في تطبيقها، يعني احنا شايفين انه لا يتم التعامل مش بس بالمثل، لا يتم التعامل اصلا وكأن الاطفال مثلا الفلسطينيين لا يتساووا مع الاطفال في اي مكان في العالم، وجرائم الكراهية اذا طبقت على عرب او على مسلمين ما فيهاش حاجة، ولكن اذا بس حد اتكلم أو حاول يبين موقفه ضد ما هو أجنبي بيتم يعني التعامل معاه وكأنه بيطبق جرائم كراهية. هذا صحيح تماما، يعني لو لاحظنا أنه في جريمة التي ارتكبت
في 17 نوفمبر في شيكاغو بالولايات المتحدة، عندما أقدم أمريكي أبيض على قتل طفل في 16 وبطعنه 26 طعنة حتى الموت، وكان يردد شعار أنه على المسلمين أن يموتوا عمليا. هذه نتيجة ازدواجية المعايير والنفاق السياسي والتحريض الذي يمارسه الإعلام في الغرب عمليا. عادة يعني لمين متطرف لا أحد يعني يجرؤ أنه أو لا يريد أن يوجه إليه تهمة الإرهاب حتى لو ارتكبوا هذه الجرائم. حتى الآن لم يقل أحد في الولايات المتحدة أن هذا الرجل السبعيني الذي قتل جاره الطفل هو إرهابي عمليا. لا يمكن أن توجه هذه، وإن ولو كان الأمر مخالف أو معاكس لا اتهم فورا بأنه الإرهاب الذي يقف وراء هذه الجريمة. أخذ من كلام حضرتك وأقول أن الإرهاب بالنسبة للغرب هو تهمة عربية إسلامية خالصة، هم يصنفونها هكذا، لا يوجد إرهاب إلا إذا كان عربي أو مسلم من وجهة نظرهم؟ نعم هذا صحيح، لأنه هم عودوهم الإعلام والسياسيين أنه الخوف من الإسلام، يعني عملياً الإسلام هو الذي يشكل الإرهاب على الآخر، لأنهم يتهمون بأنه يعني هو يحاول إرسال مفاهيمه الإسلامية في مجتمع غربي ويريد يعني عمليا الاستيلاء على السلطة من خلال هذه في هذه النقطة. أستاذ باسم في هذه النقطة يعني تابعنا أخبار البعثات الدبلوماسية الأمريكية والسفارات الأمريكية في المنطقة، أرسلت برقيات إلى البيت الأبيض بتحذر الإدارة الأمريكية من تزايد موجات العنف والكراهية في العالم العربي والإسلامي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي لحضرتك، هل الإدارة الأمريكية لا تضع في اعتبارها أنها ممكن أن تكون مقبلة على موجة جديدة من موجات العنف في المنطقة واستهداف لمصالحها الحيوية في المنطقة بشكل مباشر؟ أنا أعتقد أنه يعني مسألة المصالح هي التي تحسب في هذه المسألة. طالما توجد مصالح الولايات المتحدة عند طرف ما، ممكن أن يكون يعني تتغاضى عن هذه المسألة وأن تقيم علاقات وأن تدعم هذا الطرف حتى وإن كان في طرف إسلامي أو عربي. ولكن كما قلت لحضرتك أنه الجمهور أو الرأي العام بدأ بالتغيير في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أكثر وضوحا بعد حرب إسرائيل على غزة. ولكن بالنسبة للسياسيين والنسبة للسلطة، هم يريدون أن يستمر هذا الشعار أو الخوف من الإسلاموفوبيا أن يسيطر على المجتمع، لأنه يريدون الاحتفاظ بالسلطة يعني بكل طريقة. وبالتالي إذا تنبه الجمهور أنه ما كانت تقوم به السلطة هو مخالف تماما للواقع، هنا تتهدد مصالح السلطة وتكون صح. يعني أنه ممكن أن تكون تهدد بالبقاء في الإمساك بهياكل السلطة والسيطرة على الناس. ولكن كما قلنا أنه الإعلام يعني يستسهل اتهام الطرف الآخر أو المسلمين أو العرب، لأنه عمليا ليس لديهم صح. القدرة على مواجهة هذه الاتهامات بالشكل الصحيح، وخاصة في الإعلام على الأقل. وبيضع كما ذكرت يعني صورة نمطية كده بيصم بيها العربي والمسلم بأنه إرهابي، ودي من لعيب الإعلام الغربي في بعض الأحيان وضع الصور النمطية. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب باسم أبو سمية المحلل السياسي.